شحال بقى دابا يخرجوا الزنقه؟ غتخرجوا الزنقه 40 يعني حتى الماكله حبسوها عليكم. سهلنا كل شيء. مشاهدين قناه تول تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان رفقه كامل، شاب عنده 20 عام، كبر في الخيريه، هو دابا مهدد بالتشرط، يعني بربع ايام ويخرج للزنقه. يعني لاحوه والديه من كان صغير حدا شي كوميساريه في الوزيز، ياك في الوزيز ما عرف عليه والديه حتى شي حاجه. يعني هو دابا باغي اسس حياته، باغي قاد حياته، بغي يزيد القدام. حتى والديه قال لنا ما باغيش يعرفهم، حيت هما سببو في هذا الشيء. يعني الحلم ديال كامل هو حياته، الحلم ديالك هو تمشي للغربه، ياك. نخليكم مع كامل. السلام عليكم. السلام عليكم، سميتي كامل جبار، عندي 20 سنه، قالي والو نخرج من الخيريه 4 ايام. قالت لي كيفاش جيت الخيريه وكيفاش لاحوني والديا، لاحوني والديا في بوست ديال البوليس في الوزيز. و يعني هادشي اللي قالوا لك؟ هادشي اللي لقيت في الوراق وهداك الشيء. لقاني واحد الكوميسي سميتو اسماعيل، تاني الخيريه ديال الوزيز. كنتي في خيريه الوزيز ديال الاولى؟ هي الاولى. من بعد مشيت لعين الشق، من عين الشق جابوني الخيريه ديال حي حسان. يعني دخلت الخيريات؟ دخلت الخيريات بزاف. يعني شنو المعاناه؟ شنو الحاجه اللي عمرك تنساها؟ عانيت ما عمرني في حياتي ما عشت نهار زوين في حياتي، من نهار دخلت خيرية ديال الواس. ما عمرني ما عشت شي نهار زوين في حياتي من نهار دخلت خيرية. كنعيش التشرد، كنعيش هذاك الشيء، مضاربة كتشوفو، كيشفرو لك، كيتعداو عليك. بت بالجوع شحال من مرة، كنبات في الزنقة مرة مرة، واخا انا ساكن في خيرية كنبات في الزنقة، كيجريو عليا. الحلم ديالي اللي باغي نتعاون. يعني انت دابا كتمنى تعذبتي في هاد الفترة كاملة اللي انت عشتي في خيرية في الخيريات، حتى شي خيرية ما كانت عشتي فيها شي حياتك مزيانة. والو جامي. يعني قريتي، عندك الدبلوم؟ عندي الدبلوم ديال فندقة وخدمت في الريض. خديت ديبلوم ديال فندق. ديال الريض. شي حاجة الواقع. يعني عندك الديبلوم ديالك؟ عندي الديبلوم. والديا ما باغيش نعرف. علاش ما باغيش؟ هما اللي كانوا السبب ديالي فاش لاحوني. يعني واخا يقدر يكون عندهم ظروف تقدر تكون تحلم من حاجة؟ لا جامي، لا. باغيش نعرف. شما السبب اللي لاحوني في خيريه ولاحوني في كل شيء؟ يعني تعداو علي. باغيش نعرفهم عليه. علاش؟ مابغيتش نعرفهم باش لاحوني في خيريات. دزت ثلاثة الخيريات دزت عليهم. مابغيتش نعرف. كنت باغي الحنان من عندهم الساعة ما لقيتهمش. لقيتي الناس بعدا عوضوك شوية على داك الحنان اللي كنتي؟ لقيت الناس عوضوني الحنان اللي كنت. يعني ناس ما ولدوكش؟ ما ولدونيش، عائلة برانية عوضتني في كل شيء. شنو تقول لهاد الناس اللي كنشكرهم بزاف وما عمرني ما غنسى لهم خيرهم؟ يعني داروا معاك بزاف الحوايج؟ داروا معايا بزاف الحوايج، ما عمرني ما غنسى لهم خير. والديك الحقيقيين يجيو عندك شي نهار يبغيو يعرفوك ولا يعيطوا ليك، شنو غتكون ردة الفعل؟ لا مابغيش نعرفهم. واخا عيطوا ليا ما نقدرش، مابقيتش محتاج. يعني بزاف الناس كيقول لك حشومه الجنة تحت اقدام الامهات. انا مسامح لهم ولكن ما بغيتش نعرف. ولكن باش تعرفهم؟ باش نعرفهم لا، كنت باغي نعرفهم فاش كنت صغير. كنت باغي دابا لا صافي. باش باغي نعرف. كامل شنو المعاناة اللي عشتي؟ عشت معاناة خايبة بزاف. شحال عشت؟ عشت
شنو نقول لك، عش في خيريه، كنشوف العجب في خيريه الضرب. الناس اللي برا الخيريه كيرحموك قليل، كتخرج بحال بحال دابا انا ساكن في خيريه بحال ساكن في الزنقه، ما كتاكلش، ما كيجيبوش لك الماند، ما كتلبس، بحال عايش في الزنقه، بحال كتنعس في الزنقه، ما كيرحموك. ما كاينش فرق، ما كاينش فرق بين الخيريه والزنقه، بحال بحال. دابا الساكن صاب، كنت في الزنقه، بقى لكم 4 ايام، غادي لنا 4 ايام. علاه هاد الناس ديال الخيريه ما حنوش فيكم؟ حنوش فينا. دابا راه كاين وباء، كاين شحال من حاجه، يعني في هاد البيريود ديال الكورونا وما كيرحموش بنادم. ما خداميش. كلبشي على الخدمة، جربت تخدم؟ جربت نخدم، جربت. فاش خدمت؟ خدمت في الريزو. في الريزو ودرت التجارة. واحد السيد هو علمني التجارة، تنشكرو من هاد المنبر. يعني خدمتي ودابا؟ دابا مريح دابا. يعني الخدمة هي تحبسات؟ اه، كنت خدام في هادشي ديال الريزو، قال لي المودي ما تخدمش. يعني كان مانع عليكم؟ كان مانع عندنا الخدمة، قال لك لا ما تخدمش، قال لك غتخدم غتبات في الزنقة ما تدخلش. يعني انت شاب طموح بغيتي تخدم في الزراعة؟ بغيت نخدم وانا الزراعة، عندي واحد الهدف باغي نوصل ليه، وما غنبقى نخدم خدمة حتى غنوصل ليه. دابا هضر معي 4 ايام باش ان شاء الله غتسالي. وانتي فين غتمشي؟ غنتواجه الزنقة، فين غنمشي؟ ما عندك عند من تمشي؟ ما عندي فين غنمشي، الزنقة كتسناني. عمرك جربتي شي شهور؟ عمرك جربتي الزنقة؟ عمرك جربتي زبات الزنقة؟ جربت شحال من مرة. كيفاش صعيبة بزاف. شنو المعاناة اللي عشتي بالزنقة؟ راك كتشوف كتنعس في الزنقة، كيجي شي واحد كيلوع عليك قرعة ديال الشراب، كتلقى شي واحد حاشاك كتسمع السبان كيلوحو عليك الميكا، من كتكون تحت من شي دار كيلوحو عليك الميكا من الشرجم، فهمتي؟ كاين معاناة بزاف. يعني شنو بغيت تقول للناس اللي كيتفرجوا فيك اليوم وفي استطاعتهم يخدموك ولا يعاونوك؟ كنطلب من المغاربة بزاف يعاونوني، وانا كان معطي لهم يديا، عيشتو لي يديا نعاون، يعاونوني. يعني انت باغي تخدم عندك؟ باغي نخدم عند، تحطني في اي حاجة نحمر لهم وجهة. يعني باغي تمشي للغربة؟ باغي نمشي للغربة، كان انا كنتمنى نمشي للغربة من صغر، وانا كنحلم باغي نمشي للغرب. ان شاء الله غنخدم وادي وغنمشي غنمشي للغرب. بغيت نمشي. مكرهتيش شي حد؟ مكرهش. مكرهش شي واحد يعاونني. دير مستقبلك. مكرهش شي واحد يعاونني نمشي للغربة وهادي. يعني انت دابا أول حاجة غدير فاش غتمشي تما إن شاء الله؟ أول حاجة تما غنمشي غندبر فين نخدم، وغنبقى ندعي مع سيدي ربي ونصلي وهادي. لقيتي شي خدمة هنا الناس يعاونوك؟ مرحبا، نخدم ساعة. غير الناس اللي يشدوا بيديك ويعاونوك ويلقاو لك شي خدمة. هادشي اللي باغي. يعني انت باش ديك ساعات الدراسات الزراسين كون حياتي. شنو انا باغي ندير لوليدات؟ انا باغي نتزوج. حتى انت عندك طموح، حتى انت باغي توصل بزاف الحوايج. باغي نوصل بزاف الحوايج. يعني محسنين اللي بغاو يتعاونوا مع كامل، الرقم ديالو هو 06-98-76-09-35. هاد الشاب ملي كان صغير القراصو، هادشي اللي مكتوب ليه في الدوسي ديالو، بانه لقى وحده كوميساريه ملي كان صغير. كبر في 3 الخيريات، الخيريه ديال الوزيز، الخيريه ديال العين الشق، ودابا هو الان في الخيريه ديال حي الحسني. هاد الخيريه هادي يعني كيطالبوا منهم باش يخرجوا، بقات لهم 4 ايام ويخرجوا. كامل ما عنده فين غيمشي، ما عندوش خدمه، باغي الناس اللي يعاونوه باش يخدم ويهز راسو، حيت من مورا هاد 4 ايام غادي يخرج، غيخرج للتشرد والزنقه، وحنا ما نبغيو حتى شي واحد يتشرد ولا يخرج للزنقه. الرقم ديالو هو 06-98-76-09-35.
يعني اللي بغى يعاونو يعاونو في شي خدمه كيف ما كانت هذه الخدمه باش يخدم وباش يهز راسو، يعني ما نخليوش يتشرد وعاد لهذا الجو الشتاء. وحنا دابا كنشوفو راه دابا كاينه الشتاء كامل، ما باغيش تخرج للزنقه، ما باغيش تشرد شباب، ما باغيش نرجع للايام اللي شحال هذيك كنت مشرد وهذاك الشيء، ما باغيش نرجع لها. يعني انت دابا في عمرك 20 عام؟ 20 عام اللي باغي تزيد القدام، باغي نزيد القدام، باغي نكون اسره، وباغي يعني تما كان الخدمه ماشي في كازا صافي، تقدر تخدم في اي بلاصه، في اي بلاصه نمشي. والخدمه قلت يعني ما كتشرطش، باغي اي خدمه، اي خدمه يعني تقرا فيك وتحيد من الزنقه حيت الزنقه صعيبه. الزنقه صعيبه. شنو تقول لهاد المسؤولين اللي داروا لكم هاد الحاله وبغا يخرجوكم وما حنوش فيكم وما عقلوش عليكم؟ شنو نقول لهم؟ الله ياخذ فيهم الحق، ما غنسمح لهم لا الدنيا لا اخيرا. الله ياخذ فيهم الحق. ها والديك؟ ما حاليا ما بغيتش نشوفهم، ولكن مسامح لهم، ولكن ما كيبقى فيك الحال من جد، كيبقى في الحال. كان نريح مع راساتي، كان رجع الذاكره، كنقول علاش داروا فيا هادشي، علاش كانش عليهم يديروا فيا هادشي. العائله اللي حنا فيك وكبرات، كنشكرهم من هاد المنبر، الله يطول لهم في عمرهم كامل. يعني داك الحنان اللي ما لقيتيش في والديك، غيشوف العائله اخر، الله يطول لهم في عمرهم كامل. كنشكرهم بزاف، الله يسهل عليهم. يعني بزاف الناس كيقولوا حتى هما كبروا في الخيريه وتمناو يشوفوا الام ديالهم واخا غير لحظه. نقدرش. يعني انت ما قدرتيش تسامح ليها على داكشي اللي دارت؟ داكشي اللي دارت عذبتني في ثلاثه الخيريات، جرجراتني فيهم ثلاثه الخيريات، وانا كنتحول الخيريه الخيريه الخيريه. نفس العذاب في ثلاثه الخيريات. نفس العذاب. واحد السيده سميتها امينه كتقول واش هادي النمره ديالو، هادي النمره ديالو، الرقم ديالو هو 0، الرقم ديالو هو 06-98-76-09-35. يعني كاين شنو تبغي تقول للناس اللي استطاعتهم يخدموا حتى الان محتاج الخدمة باش تهز راسك؟ انا موجود في اي خدمة نخدم، اي خدمة نخدمها انا مساعد لها، اي خدمة كما كانت خارج كازا في اي بلاصه انا نخدم فيها. يعني بغيتي تخدم باش ما تبقاش في الزنقه وما باش ما نبقاش في الزنقه باش انت تهز راسك. تنا نهز راسي. كامل بزاف الناس كيسولوا شحال في عمرو كامل؟ 20 عام. 20 عام دوزتها كاملة في العذاب؟ دوزتها كاملة في العذاب. 20 عام. عمرك عشت شي نهار زوين؟ جامي والو، عمرني عشت شي نهار زوين في حياتي. يعني كتحس براسك تعذبتي؟ تعذبت بزاف، بعد مرات تدور بيا الدنيا كنريح بوحدي، كنقول شنو علاش انا باقي عايش في هاد الحياة، انا حتى واحد ما حتى واحد ما كيهتم بيا، ما عندي لا والدية لا والو. درجة كنت كنفكر في الانتحار، كنت كنفكر في الجامعة، داكشي اللي كيدور في الدنيا. ما اش كندير في الدنيا الله، انا بوحدي كنفكر في الانتحار، كنفكر في جميع الحوايج، كنت كنفكر فيهم شحال هادي. كنتمنى هاد الناس يخدموني و يعني محتاج الخدمة بزاف. يعني الناس اللي كيتفرجوا فينا واستطاعتهم يخدموا كامل ويعاونوه، يعني هو محتاج اللي يشد بيديه، محتاج اللي يعاونوه. محتاج يلقى لي شي خدمه، هو مستعد يخدم في اي مدينه، يمشي لاي مدينه، مستعد يخدم في اي مدينه كيف قلت، واي واحد واي اي مهنه، ماشي بالضروره الدبلومات اللي عنده، حيت عنده ديبلوم في الفندقه وديبلوم في الريزو. اللي استطاعتهم يخدموه يتصلوا به في المباشر، الرقم ديالو هو 06-98-76-09-35.
عميل شنو شنو تبغي تقول للناس اللي كيتفرجوا فيك وفي سبعتهم يخدموا؟ نقول خوشي مغاربة بزاف يتعاونوا مع واحد منكم. يعني غير يرحموك، راه دابا جاي الشتا، نتوما 4 أيام وان شاء الله غادي تخرجوا، يعني صعيب. صعيب بزاف، غنعاود نبات في الزنقة نسمع المعيور و كي ضربوك بالحجر يجريو عليك الشماكرية. نعاود في هاد 4 أيام هادي اللي غدوز نعاود نبات في الزنقة عاوتاني. هو الآن ما كيفكرش يحارب، بالعكس هو دابا عنده أمل في الحياة ومكرهش يخدم ويهز راسو. الإنتحار في واحد الفترة دازت في حياته، فاش كان ديك الساعة باقي صغير ولا فترة المراهقة، يعني كدوز صعيبة، خصوصا كتبقى تقول علاش انا تزاديت، علاش والدي خلاوني وشحال من حاجة. هو الان باغي يخدم، كيفكر في مستقبله وفي حياته، وما كرهش الناس يعاونوه باش يحقق الحلم ديالو هو يسافر برا. هذا هو الحلم ديالي كبير، نمشي للغربة. كنتمنى مغاربة خوتي مغاربة يعاونوني، هذا هو الحلم ديالي، باغي نمشي للغربة. علاش الغربة بالضبط؟ باغي نمشي للغربة، باغي نخدم تما و نكون حياتي تما، نكون أسرة تما إن شاء الله. اللي بغا يتواصل معاك الرقم ديالك هو 0698 76 79 35. يعني شنو تقول للناس اللي عندهم والديهم وكيبقاو كيقولوا انا عييت، انا مليت من الدنيا، انا شحال من حاجه؟ ودي هذيك التفكير اللي كنت كنفكر انا في صغري، شحال اللي كنت باغي نتحرر وهادي كنت بوحدي صغري، كنت كنفكر نتحرر وشحال من حاجه كنت كنفكر ندير، كنت كنفكر في هذاك الشيء السلبي، كنت كنفكر. يعني انت دابا بغيت تخدم؟ نخدم في اي خدمة كما كانت، في اي بلاصة نخدم فيها. انا جوج بغيت نقول للناس مرة اخرى اللي كيتفرجوا فينا وكيتابعتهم وكيتبعوهم يتعاونوا معايا، هاي النمرة عندكم، في اي وقت نخدم في اي بلاصة وفي اي في أي مدينة. ها تصل بك شي واحد؟ تحس براسك وحدك بزاف؟ كنحس براسي بحال عايش بوحدي في هاد الدنيا. عمرك لقيت شي حد اللي يسمع ليك يعاونك يحن فيك؟ نوال كطريح مع شي واحد كيقول هذا كيكذب عليا صافي وكيمشي. فاش كتمرض فاش كتكون عيان حتى واحد ما كيعقل عليك، فاش كنمرض ولا في اي حاجه حتى واحد ما كيعقل عليك. وار موت كيرحموكش. يعني حتى دابا هاد المؤسسه اللي نتوما فيها، يعني بغات تخرجكم، بغات تشردكم بهذا المصطلح. بغات تشردنا. انتوما ما عندكم فين تمشيو؟ عندنا فين نمشي؟ كامل ما حتى شي حاجه، يعني انتوما كنتو في مؤسسه وكانت كتقول لكم ما تخدموش. هي دابا الان كتقول لكم خرجوا. خرجوا لا. يعني مور 4 أيام شنو كيتسناك كامل؟ كنتسنى المصايد ديال الزنق. غنعاود نتشرد وهادي. كاين شي اتصال؟ الو عليكم السلام. طيبك عندك مشكل الصوت؟ ها سمعتكش. اش وقف هنا؟ وقف هنا على الصف. وقف هنا على الصف. نسمع يمكن نقطع الخط. رجع شوية. الله
يعني كنتمنوا من الناس اللي استطاعت يخدموا كامل، راه ما بقاش ليه بزاف وغادي يخرج للزنقه، يعني ربع ايام دابا، ربع ايام غادي يخرجوهم للزنقه وهو ما عنده فين يمشي، ما عندك فين تمشي لا حنين لا رحيم لا حتى شي واحد، يعني كتحس بان الزنقه هي اللي كتسناك، ولكن انت عندك الامل ان شاء الله في المغاربه وفي المحسنين اللي عنده شي خدمه يساعد بها كامل، هو بغى يجي لاي بلاصه وفي المكان اي مدينه نمشي نخدم انا. كتبغي باغي كطالب غير بالخدمه؟ كنطالبها بالخدمه باش نوصل للحلم ديالي، الحلم ديالي هو نمشي للغربه ان شاء الله. كنتمنى من المغاربه بزاف يعاونوني، اي كتصب عليا دابا الشا هاد ربع ايام عاوتاني غنتواجه الزنقه عاوتاني. وانت ما باغيش تشرب؟ ما باغيش نتشرب، يعني الزنقه صعيبه؟ صعيبه بزاف، اللي غيحس بك اللي مجربها. يعني مشاهدين قناه تي في كيف ما كتشوفوا دابا ها هي الشتا كتصب وكامل في الزنقه، ما محتاجش بزاف الحوايج، محتاج الخدمه، يعني محتاج خدمه باش يهز راسو ويعيش حياته، يعني صراحه التشرد صعيب وهذا الشيء اللي كيتسناه مور ربع ايام. كنتمنوا من المحسنين ومن الناس اللي استطاعتهم يخدموا كامل ويلقاو ليه خدمه، الرقم ديالو هو 06 98 86 09 35. عاونونا خوتي المغاربه، انا كنثق فيكم بزاف، انا كنمد لكم يد المساعده، باغي نخدم الحلم ديالي، باغي نمشي للغرب ان شاء الله باذن الله، ومن قديم ندير ثقتي في الله بزاف. يعني دابا انت ما بغيتيش تشرد؟ باغيش نتشرد. واه جاوب جاوب شي واحد بيكون. الو الو السلام عليكم. الو الو كنسمعك. مرحبا، معك كامل. كامل واش عندك شي حاجه؟ ها كدير بخير؟ الله يبارك فيك اختي. كلشي مزيان الحمد لله. ايه لقيت نمرتك داك الشيء على صنيتك. ربي يخليك اختي، الله يفرجها على لقيت راك شي تهويل. امين اختي، الله يكثر الله يكثر خيرك. جاوب عندك شي اتصال واحد اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب انا كنت زيد معاك اخويا دابا. ها هذاك السيد اللي معاك مسكين ما عندو فين يبات ما عندو. هي هو انا. واش انت دابا اللي كتهضر معايا انا فيه؟ اه هو انا كامل. كنتفرج. اه وشوف اصاحبي انا كانت انا ولد كامل انا كامل انا تسنى انا بغيت نجي مرحبا بك اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك اخويا. شكرا. جاوب الناس. جاوب الناس اللي كيتصلوا بك، شنو قال لك السيد كامل؟ قال لي انا كاري انا بغيت تجي عندي مرحبا. السلام عليكم. الو عندوش الخط. الو هذا السمك. نهضر منو هضر منو. الو هذا السمك كده يا خو. الله يحفظك. ايه
الله يحفظك اخويا الزيد، الله يكبر بيك، الله يكبر. الله يكبر بيك اخويا، الله يحفظك، الله يحفظك اخويا الزين، الله يكبر بيك، الله يسهل عليك، الله يطول في عمرك، الله يحفظك اخويا الزين. الله يحفظك اخويا الزين، الله يكبر بيك اخويا، الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك. اول ما كان فين تيباني اخويا الزين، الله يحفظك، الله يحفظك. فين بلاصه؟ الله يحفظك، الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك، الله يحفظك اخويا. الله يكبر بيك اخويا الزين، الله يحفظك اخويا الزين، الله يحفظك اخويا الزين. مرحبا، الله يحفظك. شنو قال لك هذا السيد كامل؟ السيد الله يسهل عليك، قال لي يجي عندي تمارة وتخدم معايا تما في كروسة، ومن الساعة نطلع عندك اخويا نخدم، انا باغي نخدم باش نوصل الهدف ديالي. يعني بزاف الناس اتصلوا بيك، عاونوك وخا دعاو معاك، ناس قالوا لك تجي تخدم معانا، يعني كنشكروهم هاد الناس كاملين. كنشكرهم بزاف من هاد المنبر، ونطلع عندك اخويا تما ونخدم ان شاء الله، انا راح نقلب على خدمة باش نوصل للهدف ديالي باش نمشي للغربة ان شاء الله. يعني وحتى الناس اللي في استطاعتهم يعاونوك كثر وعندهم خدمة يتصلوا بك. جوب جوب جوب. الو، الو، ما عندوش الريزو هذا. يعني وحتى الناس اللي كيتفلاو السيد راه ما كيتفلاش، محتاج الخدمه، يعني ماشي حنا نزيدو عليه نتفلاو ونضحكو وكنعيطو في لي زابيل هكاك، يعني هو محتاج الخدمه. الناس اللي قادرين يعاونوه في خدمه هما اللي يقدروا يتصلوا معاه، اما اللي باش يبقاو يعيطوا باش يبقاو يتفلاو ما كاينلاش. يعني هو راه انا مستعد نخدم اي خدمه، نخدم فيها في اي بلاصه في اي مدينه نخدم فيها باش نوصل، باغي نحقق الهدف ديالي ان شاء الله. دير تيقتي بزاف في الله سبحانه وتعالى، الله ما غيخيبنيش ان شاء الله. يعني دابا الا خرجتي فين غتمشي؟ غنمشي الزنق، عندي فين غنمشي؟ الوالدين ما كاينينش، عندي فين نمشي نحط الراس؟ نحط نمشي نبات في الزنقه تواجه الزنقه شحال عاوتاني. يعني حتى هاد المؤسسه اللي كانت جايه معاكم حتى هي قالت لكم صافي صافي، بغات تجرى عنا، بقات لنا 4 ايام وغنخرجوا ان شاء الله. نتواجه الزنقه ما عندي فين نمشي، ما عنديش مقا صعيبه، وشوف دابا الجو شحال بارد. هاي الشدابة كتصب عنا، دابا كتصب علي الشدابة، ما عندي فين غنبات. يعني كامل اليوم محتاج اللي يعاونو، اللي يشد بيديه، اللي يخدمة، وهذا الشيء هو اللي محتاج. ما محتاجش بزاف الحوايج، ما محتاجش باش الناس يقولوا لي اعطيني ولا شي حاجه، هو محتاج خدمه.
الرقم ديالو هو 0698076935. يعني الناس المحسنين اللي باستطاعتهم يخدموا كامل. الو السلام. الو الو كنسمعك. الله يحفظك الله يحفظك. الله يحفظك اخوي الزين. الله يحفظك. الله يحفظك اخوي الزين. الله يحفظك اخوي الزين. واش انا عيط لي هذاك من تمارا قال لي اقلف دابا في التباش وغدا ان شاء الله جي عندك. هاد السيد شنو كيدير؟ كيبيع ويشري، كيدير تجاره الديسير. نمشي نخدم معاه ان شاء الله، ان شاء الله نحقق الهدف ديالي. يعني انت محتاج الخدمه كيف ما كنقول. حتى الناس اللي باستطاعتهم يخدموه ما تبخلوش عليه، عاونوه شدو بيديه باش ما يتشردش، باش يحقق بزاف د الحوايج باغي يديرهم وباغيهم. يعني كنتمناو من الناس ما نتخلاوش على كامل ونعاونوه بشي خدمه كيف ما كانت وفي اي مدينه هو مستعد يمشي لها. الرقم ديالو هو 0698076935. نشوفو لي كومونتير. الو الو عليكم السلام. كامل هو هذا اللي في شفت تي في. اييه شوف كامل، انا خويا ما خدمه ما عنديش. اييه ولكن نهار الاثنين ان شاء الله نقدر نصيفط لك شي حاجه. مرحبا. الله يكبر بيك. الله يكبر بيك اختي. شي حاجه على قد جهدي. الله يكبر بيك. صافي كامل الله يحفظك. الاثنين ان شاء الله. اييه اما في الصباح اما في العشيه كنحط لك فوفا كاش. اييه عندك واتساب؟ عندي. صافي واخا انا نصيفط لك الكود في واتساب. الله يكبر بيك اختي. حيت الخدمه ما كنعرف زعما شي حد انك تخدم فهمتيني، ما عرفش. المهم انا نقدر نصيفط لك شحال نقدر مالي. المهم تسوي به الوضعيه ديالك على ما الله سبحانه وتعالى. الله يكبر بيك اختي. الله يحفظك. شي خدمه. الله يحفظك اختي. الله يكبر بيك. ديك القضية ديال النصيحة هكا ولا هكا حيدها من بالك، حيت ربي كبير، ربي ما كيشد بيبان حتى كيشد بيبان. ان شاء الله هذاك الشيء اللي كاين، يعني من يتقي الله يجعله مخرجا. امين. الشيء اللي كاين وقدر كنعرف ناس قدر نجمع لك شي مبلغ من عند الناس محسنين. اييه ونساعدوك كامل. صافي الله يحفظك. الله يكبر بيك اختي. المهم انا غادي ندير في جهدي نطلب ربي يعاونني. الله يحفظك. نشوف لك خدمة، نشوف لك أي حاجة. حاليا الخدمة ما عنديش ولكن غنحاول المعرفة ديالي مع الناس. اييه نشوف لك شي خدمة تحرك فيها وتستر بها راسك على ما ربي يسهل عليك في حاجة محسن. امين اختي. الله يحفظك اختي. ما تيأش انا مالك عندي اثنين ان شاء الله. صافي الله يكبر بيك اختي. يلا شكرا. يلا كامل الله يحفظك اختي. شكرا. يلا الله يسهل عليك. الله يحفظك. كامل شنو قالت لك هاد السيدة؟ باغا تعاون معايا، تصيفط لي شي بركة الله يسهل عليها. يعني هاد السيدة عاوناتك بغات تعاونك ماديا وعاوناتك معنويا، عطاتك بزاف د الحوايج، قالت لك ما تيأس. يعني اليأس حيدو من حياتك وحيد الفكرة د الانتحار، واخا هي كانت شحال هادي الفكرة. كانت شحال هادي. يعني كنشكرو هاد الناس، كنشكروهم بزاف حيتاش ما تخلاوش عليك وعاونوهم ما قدروا. يعني هذا هو الزوين في الأمر، بأن الواحد يعاون باش ما قدر. باقي المحسنين داير فيكم الثقة، غتعاونوني. ثقتي في الله بزاف، الله يسهل عليكم. انت كتشكر هاد الناس اللي عيطوا ليك؟ كنشكر هاد الناس بزاف اللي عيطوا لي. يعني كامل ديروه لكم، ديروه خوكم، عاونوه كل واحد على شنو قدر. اللي عنده شي خدمه يعاونوا بها، يعني هو محتاج الخدمه، يعني محتاج الخدمه بزاف ومستعد يمشي لها في المكان.
الساعات نمشي اي خدمه اي بلاصه في المكان باش نمشي لها. يعني الناس يديروك ولدهم يديروك خوهم ويتعاونوا معك. يعني مازال صغير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيداير اخويا بخير؟ الله يبارك فيك. شوف اخي انت جي عندك السيد اللي في تمارا ديال ضرب طاطياك. اييه. فهمتيني؟ اييه. احنا غادي نتعاونوا معك حتى احنا في تمارا، احنا نقلبوك حتى احنا على الخدمه، فهمتيني؟ الله يحفظك. فهمتيني؟ الله يكبر بيك اخو. انت التليفون ديالي ها هو سجلو عندك، سميتي خالد. منين تجي عندو اتصل بيا. الله يكبر بيك اخو. وانا نقلبوك على خدمه هنا في تمارا باي طريقه ان شاء الله. الله يحفظك اخويا الزي الله يكبر بيك. انت انا ديال الشركه ديال الميراج، فهمتي هادشي ديال الكارديولوج ياك؟ الى ما درتها ولا شديت شي ماتش راه غيبقى تخدم معايا. الله يكبر بيك اخويا خالد. والله طوندو باش نقلل هذا نخشوك في شي بلاصه نشوف كيف نخشوك. الله يكبر بيك الله يحفظك. جيت تمارا عند السي بعداك فهمتي لا والو نتعاونوا معاك ان شاء الله. الله يكبر بيك اخويا الزي الله يحفظك اخويا. الله يكبر بيك الله يحفظك. الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك. شكرا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا كمال لاباس. الله يبارك فيك الله يحفظك. الله يسعدك خويا العزيز انا عم معكم تقول لك شي خاصة ندعمك الله يسعدك الله يحفظك اخويا الزين الله يكبر بيك. طيب يا عزيز سمحيني والله القاسم انا جالس وانا معاق كنت ما خدام والو الله يسهل لك اخي. الله يجيبك الشفاء الله يحفظك اخويا الزين. الله يبارك فيك. الله يطول في عمرك. السيد السيد معاق وعيط لي وكيداير معايا. يعني شنو تقول لهاد الناس اللي غير بكلمه زوينه منهم كتخلي الواحد عنده امل في الحياه واحد قادر مازال يزيد. كنشكر هادو اللي عيطوا لي الله يسهل عليهم بزاف. الله يطول لهم في عمر ديالهم الله يسهل عليهم كنشكرهم بزاف. يعني انت كامل ما منبلي ما عندك سوابق ما حتى شي حاجه والو كاين شي اتصال تقدر تجاوب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا بخير هانيه. الله يبارك فيك. الله يحفظك الله يخطيك خويا. انا هاد التحف والله دابا ما عرفتش الموضوع اذا كان الله يجزيك بخير. انا كنت السيده ما قراتش التعليق ديالي وعرفت الموضوع شنو هو باش نشوف الامكانيات شي حاجه نعاونك. الله ما عرفتش الموضوع قول لي. خويا انا كان بات في الزنقه غنرجع نبات في الزنقه بقات لي 4 ايام وغنخرج من الخيريه وكنقلب على خديمه باش نوصل للحن ديالي. واخا شنو المدينه كاين انت؟ انا كاين في كازا بحال حسان. في اي بلاصه نجي عندك نخدم ان شاء الله. واخا خويا انا في الامكان ديالي نخدمك في تمارا ولا في طنجه ولا في المصوية. في اي بلاصه نخدم فيها انا فاش؟ شوف انت اللي عندي بالنسبه لطنجه اي حاجه بغيت تخدم فيها نخدمك فيها وبالنسبه للتمارا التمارا ولا الرباط ولا المنصوريه عندي الكاردينال لا سيكيريتي. نخدم في اي لعيبه اي حاجه نخدم فيها. غدا ان شاء الله في الصباح النمره عندي تصل بيا نصيفط لك السيد يتلقاك في المحمديه. اييه وداك الساعه شوف الا ما عندكش فين تسكن حتى السكنه ما عندكش فين تسكن نوجد لك سكنه مؤقتا على ما تبدا خدام بعدا وديباني راسك ومرحبا ما كاين حتى مشكل. انت الله يكبر بك سماك الله. معك مسيو البركه. الله يكبر بك مسيو البركه. يكبر بك. وبالنسبه للاكار ديالك عندك لاكار ديالك؟ اي عندي لاكار. مرحبا انا الصباح غدا ان شاء الله معك 11 ولا غادي يتصل بيا. اييه غادي نصيفط لك السيد عندي السيد تسنى في لارجي ديال المحمدية يتلقى بيك. اييه وغادي يشوف لك في المنصورية حيت قريبة ليك تسنى يشوف لك المنصورية تسكن فين تسكن. اييه مؤقتا على ما تسافد شوية وتقاد راسك شوية ديك الساعة وان شاء الله يكون خير. الله يكبر بيك اخويا الزين الله يحفظك. مرحبا غدا ان شاء الله مع داك ال 10 في 11 تصل بيا ونصيفط السيد يتلقى بيك. الله يسهل عليك اخويا الزين الله يحفظك. مرحبا شكرا مرحبا. شكرا بزاف الله يرحم الوالدين. كامل شنو قال لك هذا السيد حتى هو؟ اللي جا عندي لطنجة نمشي نخدم عنده ان شاء الله.
تخدم الساعة نخدم في اي خدمة ان شاء الله غنمشي لها. المهم باش تعاون راسك باش تحيد من الزنقة. حيد من الزنقة باش نوصل للهدف ديالي. يعني واحد السيد تيقول هو من بلجيكا وبغى الرقم ديالك، الرقم ديالو هو 06-896-09-35. علاش تقول للناس اللي اتصلوا بك؟ كنشكرهم بزاف، الله يسهل عليهم، وانا مستعد نجي عندكم ونخدم في اي خدمه ان شاء الله. يعني كيف قلنا ما عندكش صوابق؟ ما عندي الصوابق وما مبليه بتا شي حاجه. يعني الناس لي كومونتير كانوا كيسولوا على هذا السؤال، هو كميل جاوبكم ما عندي حتى شي صوابق وما مبليش. يعني هو محتاج غير الخدمه، محتاج اللي يشد بيديه ويعاون. الو دير اخويا بخير. الله يحفظك اخويا. انا واحد دي معاك سير الله يجعل ربي يفاجئك في هذا النهار. امين اخويا زي الله يحفظك. الله يجعل ربي يسهل لك وداك السيد اللي دومك الاخر باينه في معقول اللي قال لك تلاقى معايا في تمارا ولا. الله يحفظك اخويا الزين. الله يجعل ربي يحن عليك اخوي فضلاتك على شهادات الله يمكن كيفاش ولكن ديما. الله يحفظك اخوي الزين الله يعزك. الله يحفظك اخوي الله يكبر بيك. الله يحفظك. الله يحفظك اخوي الزين. شكرا. شنو قال لك السيد حتى هو؟ قال لي ما لقيت باش نعاونك غندعي معاك. الله يسهل عليه. يعني حتى هاد الهضره هادي اللي كيقولوا لك هاد الناس كتفرح كتفرح. حسيتي بانهم هما معاك؟ حسيت معايا المغاربه، حسيت كاينين معايا الناس وغيعاونوني ان شاء الله. كنشكر خوتي المغاربه بزاف. كتشكرهم حيت اتصلوا بيا. اتصلوا بيا وهادي اللي بغى يتصل بيا ها النمره عندكم. يعني سعد اي خدمه نمشي لها. كتقول ليك زعما كل مع الله يكون معك ضروري. والله يحنن عليك القلوب الناس كاملين ان شاء الله. امين الله الله يكبر بك اخي. اكثريه ديال الناس كيدعوا معك وحسوا بك مبغاوكش تشرد وبغاو يعاونوك. الرقم ديال كامل هو 06-896-09-35. نذكركم بان كامل محتاج الخدمه، محتاج اللي يعاونو، محتاج اللي يشد بيديه باش حتى هو ما يتشردش. يعني من موراه 4 ايام ما لقاوش كامل في الزنقه، لقاوه عند شي حد خدام مرتاح كلشي هو هذاك ياك وفي اي مدينه وفي مكان غادي يمشي عندكم كامل. اهم حاجه عنده هي الخدمه باش يقدر يهز راسو. كنطلب خدمه في اي بلاصه باش نحقق الحلم ديالي. بغي نمشي للغربه ان شاء الله، يسهل الله باش نمشي للغربه نبقى نخدم الخدمه ان شاء الله. عندك الوراق ديالك؟ عندك عندي الوراق. عندك لاكارت ناسيونال؟ عندي الباسبور، عندي الوراق، عندي كلشي. يعني الناس اللي بغاو يعاونوا كامل عندهم اجر كبير حيت غيساعدوه وغادي ما يخليوش يتشرد، خصوصا دابا كاين البرد والشتا. يعني كنت من المغاربة يعاونوني نحقق الحلم ديالي. باغي نمشي للغربة ان شاء الله. يعني انت تعذبتي، يعني هاد 20 سنة كاملة تعذبتي فيها دوزت فيها العادة. يعني ما بغيتيش مازال تزيد تعذب؟ ما بغيتش نزيد نتعذب. هادشي اللي ان شاء الله باقي لك في حياتك بغيتي تعيشو مزيان خدام مرتاح ان شاء الله. يعني كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدين قناة شوف تي في، كامل شاب عنده 20 سنة، يعني عاش حياته في الخيريات، لهاد الخيريات، الخيرية ديال الوزيز والخيرية ديال عين الشق والخيرية ديال حي حسنة. يعني في ثلاثة الخيريات تعذب، عاش حياة صعيبة. حتى الوالدين ديالو ما بغاش يتعرف عليهم حيت بالنسبة ليه هو كيقول مسامح ليهم ولكن اذوه بزاف. هادشي اللي تيقول كامل، يعني الناس اللي استطعتهم يخدموه ويعاونوه
بلا كميل غيكون فرحان، غيكون فرحان ديك الساعه حيت نقد راسو وعاش هادشي اللي بقى من حياته مرتاح ومزيان. الرقم ديالو هو 06-98-76-09-35. يعني ربع ايام اللي بقات، ربع ايام نتمنوا في هاد ربع ايام هادي كامل ما لقاوش الزنقه، لقاو خدام واسس حياته وبدا في شي حاجه اللي زوينه، حيت هو ما باغيش يتشرد. وحتى واحد ما غادي يبغي يلقى راسو في الزنقه، حيت الزنقه شي حاجه صعيبه بزاف. الرقم ديالو هو 06-98-76-35. نتمنى من الناس يتصلوا بكامل ويعاونوه ويقدموا ليه يد المساعدة، هو محتاج الخدمة. وفيما كانت فيما كانت أي مدينة مغربية يمشي لها. شكرا للناس اللي اتصلوا بكامل وقالوا ليه ديك الهضرة الزوينة وعاونوه، نشكرهم بزاف. وكنشكركم مشاهدين قناة شوف تيفي. ما يسعدك، انت بزاف كلشي مبارك.